جاهدنا تفاصيل أكثر وفعاليات أكثر في مملكتنا الحبيب البحرين وتقريرنا التالي، حيث اختتم وفد الشعب البرلمانية برئاسة سعادة النائب عيسى الكوهجي عضو مجلس النواب وبعضوية سعادة السيد عبد الله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب أعمال مشاركته في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي خلال الفترة من 29 حتى 30 من إبريل الجاري بدولة الكويت الشقيقة، حيث قام السادة أعضاء وفد الشعب البرلمانية البحرينية بحضور جلسة العمل الأولى والثانية للاجتماع، والتي تتركز في المقام الأول على تعزيز مجالات وعلاقات التعاون البحرينية الخليجية من خلال تنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الدولية والعمل على تصحيح أي مغالطات تسعى لتعكير صفو العلاقات بين دول الخليج، والعمل على إعداد وتشكيل السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية الخليجية، وأيضا تقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية الدولية. وعلى هامش المشاركة استقبل أيضا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في مكتبه كلا من سعادة النائب عيسى الكوهجي عضو مجلس النواب وسعادة السيد عبد الله بن خلف الدوسري أمين عام المجلس ضمن مشاركتهما في وفد الشعبة البرلمانية البحرينية للاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي والذي يستضيفه مجلس الأمة. تفاصيل أكثر من الكويت ناخذها فيها التقرير. أبرز الموضوعات اللي تم بحثها اليوم هو التعديل على النظام الأساسي لعمل هذه اللجنة، والذي سوف إن شاء الله تنطلق منه إلى اجتماعات أخرى مماثلة في المستقبل القريب. بقية التنسيق فيما يتعلق بالتعاون الخليجي الأوروبي البرلماني. طبعا اليوم الحمد لله احنا انتهينا من اجتماعات كلها في وقت قياسي، وهذا حقيقة فضل الله سبحانه، ثم بفضل رئيس الاجتماع وسعادة الأمين العام الأخ علام الكندري. اللائحة الداخلية هي من أهم الأشياء اللي لازم يكون موجود حق اللجنة التنسيقية هذه. كيفية التعامل، كيفية العلاقة بتكون بين الدول، وكيفية التعامل مع البرلمان الأوروبي. طبعا البرلمان الأوروبي في حوالي 750 نائب هناك أعضاء عندهم. اللجنة اليوم الحمد لله تطرقت إلى أكثر الأشياء اللي كيفية التعامل معهم بأي أسلوب بأي طريقة، كيف بتكون التصويت بين دول مجلس التعاون على المواضيع اللي بتدرج. فهذه الحمد لله خلصنا منها.